ولا سيكوريتي، يقدر انها تغضب بزاف على بزاف ديال الحوايج، ولكن لقاتك دارك مسخه، ماشي مرونه، ولكن النظافه، النظافه ديال لو سول، النظافه ديال سميتو، الا لقاتها ماشي نظيفه، راه سي نورمال، راه ديجا ولادك غتمرضي، ولادك وغتمرضي حتى ولاد الناس. المهم البنات كتشوف ليسباس دو جو تا هو فين، انه ولادك يقدروا، الاطفال اللي كتاكوي يقدروا يلعبوا. الا ما كانش عندك راه كديري شي ان ليسباس في الصالون بحالي انا، و كومون دير، كتسولك على ماتيريال ديال دو بيريكولتور، اي حاجه كتعلق بشون ديال الاولاد، لو بلان لونجي، شحال من كل شحال من حاجه. المهم اي حاجه كتعلق بالنظافه، النظافه ديال الاطفال، لو شونج ديالهم، الماكله ديالهم، كلشي كتسولك عليه واش متوفر عندك. عاوتاني بالنسبه للناس اللي عندهم الحيوانات سورتو لي شيان، كاينين دي شيان لي كاينين دو كاتيجوري، واحد الكاتيجوري مسموح بها، واحد الكاتيجوري كتكون شويه دونجوروز على سورتو الا كانوا لي بيبي. المهم البنات، من بعد هاد لونتروتيان وهاد الشيء كامل، كما قلت لكم قبيله، كتشوفك واش نتي مستعده ولا ما مستعداش. الا ما كنتيش مستعده راه كضرب لك موعد اخر، واحد لونتروتيان اخر، باش جيت ضحكتني عاد كضرب لك موعد اخر، كتحدد لك واحد لونتروتيان اخر. اللي بغيتكم البنات هو ما تستريسيوش، راه انسان بحالكم بحالها، ما تستريسيوش، ما كاينلاش انا غادي نستريسي. سي فري كيكون واحد شويه ديال الخوف حيت حنا انسان، ولكن هذاك الخوف لدرجه انه كتنسي كاع سميتك وكتنسي اشنو غتقولي ليها، راه كتخرجي غير على راسك. يعني تكون هذاك الخوف معتدل، حيت سي فري واحد الانسان عمرك ما شفتيها، واحد دومين جديد انت غتدخلي ليه، ولكن هكا ناخذ الامور بالاعتدال. من بعد البنات صافي، هادو هما كاع لي ديمارش لي غادي دوزو منهم. من بعد فاش هي كدوز لا كوميسيون، كتاخذ الدوسي ديالكم والدوسي ديال كاع الناس، كدوزو في لا كوميسيون، وكيعطيوك ديك الساعات لو نومبر دون فون لي تقدري تاخذيه، صغار فريمون صغار، اللي تيكون شي رفض. من بعد راه كتسناو واحد شويه، ما نقدرش نعطيكم المده بالتحديد، كتسنى واحد ولكن ماشي داكشي ما كياخذش اكثر من 6 شهور ولا اكثر من عام. كتصيفط لي كيصيفطوا لكم لاغريمون ديالكم، فيه لو نومبر ديال الاطفال اللي تقدروا انكم تقابلوهم، وكيصيفطوا لكم من بعد واحد الكوريي فيه المكان ولو ليو والوقت اللي غادي تدوزوا لا فورماسيون ديالكم الاولى، اللي فيها 60 اور البنات، ولكن كتقسم على 15 ولا 11 يوم. المهم البنات، الى كان عجبكم هذا الموضوع، خصوصا البنات اللي طلبوه مني واستفدتوا منه، قولوها ليا باش ندير ان سويت نهضر لكم على لي فورماسيون وكيفاش كيدوزو. وهذا مكان، كنتمنى البنات نكون جاوبت على اوموا المينيموم ديال الحوايج اللي كنتو باغي تعرفوها. الهدف من هاد لا فيديو هو انكم تغسيوغاو شويه وما تكونوش مقلقين. كنقول لكم السلام عليكم، الى عجبكم الفيديو ما تحرمونيش من اللايك ديالكم والبارطاج مع البنات اللي مهتمين بهاد المهنه، وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.